إجابة الأسئلة. المدارس الطلاب اللي معروضة حالياً هي مدارسهم الآن وليست بالضرورة مدارسهم عندما التحقوا بالبرامج. فعدد من الطلاب عندما برزوا في مدارسهم صار عدد من المدارس غالبها هي تتنافس على استقطابهم، هذا ربما زاد الكفة لطلبة المدارس التي في هذا الجانب في هذه المرحلة. شكرا لك. يعني الحقيقة كل بلادنا تحظى بتعليم، كل إدارات التعليم تحظى بتعليم متميز. أحيانا في بعض البرامج وبعض المسابقات بسبب وجود خدمة معينة أو دعم معين من قطاع أو برنامج لفترة في مكان أحيانا ينشر ثقافة، وهذا اللي احنا نسعى له الصراحة، ينشر ثقافة معينة تجاه هالمسابقة أو هالمنافسة، وبالتالي يزداد المشاركين فيها. زيادة أعداد الأبناء الطلاب المشاركين في أي برنامج يزيد فرص مشاركتهم أو تمثيلهم للمملكة. ومن المنبر أنا أدعو زملائنا الإعلاميين لإبراز مثل هالمسابقات وهالبرامج. مسابقة موهوب تحديدا يمكن هي أكبر المسابقات اللي تعتبر بوابة للمشاركة فيها في الأولمبيادات الدولية، إبرازها ونشر معلومات حولها وإبراز أبنائنا الطلاب أيضا النجوم الذين يتوجون على المنصات العالمية. أعتقد أنه يعطي إلهام لكل الطلاب في كل أنحاء المملكة، وبالتالي يزداد عدد المتقدمين للمشاركة في هذه المسابقات، وسنرى إن شاء الله يعني بروز جميع أسماء مدن المملكة على المنصات التتويج العالمية إن شاء الله. طبعاً بعد أقوى شيء بأسرح كان في ختام السؤال الأول، طبعاً عوامل كثيرة تؤثر في المنطقة. تراها لما نظر لها بس لما نظر لها على مستوى 10 سنة و 13 سنة لما بدأت الشراكة بين موهبة ووزارة التعليم، هي انتقلت من منطقة إلى منطقة أخرى. يعني لما تشوف الآن الشرقية ونعتقد أنها منطقة كبيرة وعدد الطلاب فيها كثير وهذا واحد من العوامل، لكن ترى في البدايات حوالي 8 أو 9 سنوات كانت ينبع المدينة اللي أصغر بكثير من المنطقة الشرقية بالكامل كانت هي تتصدى المملكة. ليش؟ لأن فيه عوامل كثير تؤثر، أبرزها إنه الثقافة تنتشر ويصير في أيقونات من طلاب فائزين سابقين وتصدر للمجتمع باستمرار هذه الصورة الجميلة، وبالتالي هذا الحراك يؤدي إلى مشاركة أكبر، يؤدي إلى مشاركة بجدية أكبر وباهتمام أكبر، يصبح حدث لكثير من الطلبة. هذا الأمر زي ما بدأ في ينبع لأسباب نعرفها بدقة يعني في وقتها، وجود ناس تعمل على هذا الأمر بشكل كبير، اليوم انتقلت للمنطقة الشرقية ويساعد هذا الأمر عوامل كثيرة من ضمنها عدد الطلاب، من ضمنها أيضا ترى لما تروح لشيء ثاني مثلا اللي هو قياس وهي تقييم التعليم وترتيب مدارس المملكة، ستجد أن من أبرز المدارس على مستوى المملكة عدد كبير منها هو مدارس المنطقة الشرقية، وهو مؤشر لحراك علمي كبير في ذلك المكان. ولكن بشكل عام العمل جاري، ترى الإحصائيات اللي شفناها اليوم إحنا نشعر أن يعني يمكن يشوفها أول مرة يقول ماني راضي، ما هي مقسمة على مناطق المملكة، بس بالنسبة لنا في رضا، لأن في يوم من الأيام كانت أقل من كذا، اليوم الحمد لله في توسع واضح 14 منطقة كنا نصل لها بهذه المرحلة المتقدمة تحديدا، وبالتالي الثقافة جالسة تنتشر. الواحد اللي نشوفه في واحدة من المناطق بعد كم سنة لما إن شاء الله يمثل ويؤثر ويصبح يكون في منطقته، سيدفع الكثيرين إلى أنهم يسيرون في طريقة. وطبعا جهود الإعلام في السنتين بالذات الثلاث الأخيرة الكبيرة جدا معنا في توعية المجتمع أدت إلى حراك رهيب، ترى نلمسه في موهبة أعداد التسجيل تقريبا تضاعفت في كل برامجنا. إن شاء الله هذا التعاون المجتمع يقول عليه وليس بس بين المؤسسات الدولة سيؤدي إلى تحسن الأمر. موضوع الأسئلة، طبعا أنت تتكلم عن مثلا في أولمبياد الرياضيات سيشارك أفضل 6 من مختلف دول العالم. دول العالم طبعا كل دولة تعمل بطرق مختلفة، في دول فيها مدارس دائما للأولمبياد يركز الطالب على تخصص ويستمر فيه. اللي أقول لكم أن ترى الأساتذة الجامعات اللي يشاركون في الأولمبياد لو حل الأسئلة الأولمبياد كاملة أعطيت لها لن يحلها بالكامل، سيحل شيء في تخصصه الدقيق. طيب هذا يدل على إيش؟ العلم بشكل عام في
العالم جالس يتطور، وبالتالي الأجيال الجديدة القادمة ستكون أكثر قدرة مستقبلا على أنها تقدم علم جديد وأكثر صعوبة وأكثر تقدم. وهذه الأولمبيادات هي منصات أصلا لانطلاق علماء المستقبل. كثير من اللي نشوفهم فائزين بجوائز عالمية في مختلف التخصصات وغيرها، ترى لما ترجع لتاريخها تلقى لهم مشاركات في الأولمبيادات الدولية، وبالتالي هي منصة لانطلاق العلماء. العلماء يتطورون، من الطبيعي جدا أن الأجيال الجديدة حكم أيضا عمرهم وموهوبين قدراتهم عالية تكون لهم القدرة الأكثر على التعامل مع هذه التحديات. الشيء الثاني، الأسئلة لما ترجع لها في أي مسابقة قبل 10 سنوات ستجدها أسهل بكثير منها اليوم، وبالتالي إحنا اللي ندرب عليها اليوم لازم نغير السنة القادمة ونغير السنة اللي بعدها، لأن لازم نرفع المستوى باستمرار، لأن التنافس على مستوى العالم يتصاعد. خلوني أشبهها تشبيه بسيط، لما نشوف كرة القدم اليوم في 2023 مثلا ونرجع نشوف شيء عام 86 ولا 84، بغض النظر عن الإمكانيات التي صارت أصعب، هذا اللي يصير في كل المسابقات اللي تقوم أصلا على مبدأ التنافس بين الناس تدريجيا يرتفع المستوى. أتمنى أني وضحتها مع قد وضحتها إجابة السؤال الأخير. طيب يعني الملتقيات أو المنافسات بشكل عام، المسابقات ذات الطابع اللي يكون فيها قدر من الصعوبة، هي حقيقة وسيلة رائعة لصقل شخصية الطالب، ولذلك على أولياء الأمور والمدرسين والمعلمين والمجتمع والإعلاميين تحفيز الطلبة على المشاركة في هذه المسابقات. المسابقة تتحدى قدرة الطالب، يعني قد يكون تذكر الآن أحد الطلبة اللي شارك في المعلوماتية كان له مقابلة يقول قبل ما أدخل برنامج المعلوماتية كان طالب متفوق، يعني كان يمكن الأول على صفه يأخذ بشكل جيد عالي يمكن يدخل الكلية، يقول بعدها تغيرت، صرت أعرف أنه لازم أحل مسائل أصعب، لازم يكون عندي قدرة على التنافس أمين، لازم إني أخذ الموضوع لأني أنا يعني ربي خلقني بقدرة ذكاء عالية وأفهم المعلومات بشكل جيد، إني أتكئ على هذه الموهبة اللي عندي وأفهم الدروس بشكل سلس جدا. طبعا أبرز الطلبة المتفوقين في دراستهم طالبة الدراسة لا تشكل تحدي، كأنها نزهة في الحديقة، لأنه يفهم بسهولة ويمشي مع شوية ملاحظة، لكن لما يفاجأ بمسائل أصعب ويتنافس مع زملاء له مو بس من مدينته أو مدرسته أو مدينته بل من المملكة كلها، ثم لاحقا إذا شارك خارجيا من مناطق العالم يشعر بالفجوة اللي يجب أنه يسدها، ثم إذا فاز أو نافس فيها يشعر بثقة أعلى وقدرة أعلى على المنافسة عالميا. حتى الطلبة الذين لا يصلون إلى المراحل، عدد من الطلبة الرياضيات أنا كنت معهم العام الماضي قالوا التحقنا سهل ثم بعد فترة لأنه في اختبارات تحديد مستوى خرجنا، ما خرجوا رجعوا بيوتهم جو السنة اللي بعدها وشاركوا، وعدد منهم فاز بميداليات في أصعب الأولمبياد في الرياضيات. القصة هذه تتكرر في الرياضيات الكبيرة، بس أنا ذكرت الرياضيات لأنها حاضرة في هذه الجزئية هذه. حتى الطالب الذي قد يتدرب ولا يشارك سيكتسب كم كبير من المعلومات والمعرفة والاحتكاك بخيرة الطلبة، يعني مصدر أو كنز معرفي كبير له في حياته. ليس الهدف الأساسي أنك تتمكن، لكن ليس لدينا تتمكن فقط في التخصص الطبي تخصص طبيب الطالب، لكن أيضا تنمية مهارات التفكير. الملفت للنظر أن نجد الطلاب المتميزين مثلا في تخصص الكيمياء قدرتهم على أخذ درجات عالية في الاختبار التحصيلي في الرياضيات والفيزياء عالية، لأنه ملك قدرة عالية على الفهم والتحليل والتركيز والإجابة على الأسئلة بشكل عالي. الطلاب الذين يفوزون بميداليات تتنافس الجامعات العالمية ليس الوطنية العالمية عليهم، وقول سموه ميدلز، قدرتها على التسريع ودراسة ما بعد ذلك في دراسات لدينا أكمل عالية جدا، فهذه هي القيمة الحقيقية للمنافسة في ذلك. حتى الخسارة، حتى لو تخسر الطالب فهو يعني يقع على رجليه ثم يقوم، ويعني عدد من الطلبة الموجودين هنا ترى أن الحياة مليئة بالصدمات التي ستنزلق إلى الأرض. التحدي